السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين للمرة الثانية على التوالي في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا صوت النادي الجميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والخطيب المفوه ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه بحفظه ويرعاه برعايته. تعالوا بنا نتعرف عليهم في بداية هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول واللي كان مشرفنا في الحلقة اللي فاتت وأسعدنا وأسلك صدورنا، ربنا يحفظه رب وبارك فيه، ابننا أسامة جابر، نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك. كنت منور وعشر على عشر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة بقى عاوزك إن شاء الله تسعدنا كده وتسلك صدورنا بصوتك النادي الجميل وفي التلاوة وفي الإنشاد إن شاء الله. إن شاء الله. وأما النموذج الثاني ربنا يبارك فيه رب ويحفظه، ابننا عبد الرحمن الشبراوي، وده خطيب مفوه ربنا يسعده ويبارك فيه ويجعله ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. تعالوا بنا نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا حضرتك فضيلة الشيخ، ومنور يا عسل. نورك فضيلة الشيخ، ربنا يوفقك. المرة اللي فاتت والأسبوع الماضي إن شاء الله في الحلقة اللي فاتت كنت 10 على 10. توفيق الله سبحانه وتعالى. توفيق ربنا، الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. النهارده إن شاء الله تسعدنا بإذن الله ونديك الفرصة ونسمع منك إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. مشاهدينا الأكارم منورين، سواء اللي معانا في الحلقة سواء كل مشاهدي قناة الرحمة، أسأل الله أن ينير قلوبهم كما أنار وجوههم، إنه ولي ذلك ومولاه. كعادتي في كل حلقة بنتناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنربي أبناءنا عليه التربية والتنشئة الإسلامية التي هي أمانة. والله أمانة، والجميع سيسأل عنها بين يدي الله. هتعمل إيه يوم ما تقف بين إيديه سبحانه وتعالى مشدد عليك في السؤال؟ والله يشدد عليك في السؤال قائلا بإيجاز شديد كده، أعطيتك الذرية، بنين وبنات، أو حتى بنات أو بنين، أو حتى حرمك منها، أنت عملت إيه؟ شكرت نعمة ربنا عليك؟ شكرت النعمة اللي معاه أولاد حافظ عليهم وربهم صح؟ واللي ما معاش هل شكر؟ ما هو ربك كله من عنده وكله بأمره، وقادر سبحانه وتعالى أن يعطيك ولو في اللحظات الأخيرة، بس أنت تضرع إليه وأكثر من الاستغفار، وإن شاء الله ربنا يرضي كل إنسان، إنه ولي ذلك ومولاه. استكمال إن شاء الله للحلقات السابقة، عنوان الحلقة رسالة عاجلة إلى من؟ كما قلت سابقا، إلى الأولاد وإلى البنات وإلى الأباء وإلى الأمهات وإلى كل الناس. علينا البر والإحسان، بر آبائكم يبركم أبناؤكم. وسقت إليكم نماذج عملية ومشرفة في فضل بر سلفنا الصالح والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن أسوق إليكم نموذجا من أحسن وأجمل النماذج التي سقتها لحضراتكم. أتعرفون من هو؟ إنه الإمام الفقيه أبي حنيفة النعمان. انتشر مذهبه وعلمه، مات أبوه وأمه كانت ما زالت على قيد الحياة، لكن أمه ما كانتش بتقتنع برأيه، وهو من هو العالم الجليل الفقيه. أمال كانت بتقتنع بمين؟ كان إذا أرادت أن تسأل عن شيء تقول له إيه؟ يا بني، يا أبا حنيفة، اذهب الآن إلى عمر بن ذر الواعظ واسأله عن امرأة حدث لها كذا وكذا وكذا. ما يقولهاش أنا العالم، لا أبدا، سمعا وطاعة يا أمه. شوف البر، شوف الأخلاق، شوف المعاملة. فينطلق إلى عمر الواعظ. فين هو عمر؟ في المسجد يعظ الناس، وإذا بالإمام أبي حنيفة يقف على باب المسجد ويقول لي سؤال عندك. قال ومثلك يسألني وأنت العالم الإمام؟ تعال هذا مكانه. قال لا، إنه طلب أمي وأنا لا أرد لها طلبا. طيب قول السؤال. السؤال
زي ما قالت له بالظبط، ماذا تقول في امرأة حدث لها كذا وكذا وكذا. وإذا بعمر بن ذر الواعظ يقول: لو سئلت هذا السؤال بما تجيب يا إمام؟ قال: أجيب بكذا وكذا وكذا. قال له: خلاص، هو ده العلم، لا إله إلا الله. طب أقول لأمي إيه؟ تقول لها إيه؟ اللي أنت قلت عليه، هي دي الإجابة، أنا ما عنديش أحسن من كده، ده أنت العالم الإمام. فيعود إلى أمه ويقول: يا أماه، يقول لك عمر بن ذر الواعظ كذا وكذا وكذا. الإجابة اللي هو صاحب الفتوى. تقوم أمه تقول إيه؟ تقول له: آه، هو ده العالم، مش أنت يا بتاع امبارح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد إنه برا بها وإجلالا لها واحتراما لرأيها. هؤلاء أناس ونحن أناس، سمعت بأذني ورأيت بعيني. شاب ربنا هداه ومن عليه بالالتزام، جميل حلو أو أو، يقوم أول ما يدخل على أبوه وأمه وقاعدين فاتحين التلفاز بيتفرجوا على شيء معين، يقول لهم: إيه الفسق ده؟ إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ لا إله إلا الله، وأنت يا ابني معاك مفاتيح الجنة؟ ولا دي طريقة تكلم أبوك وأمك بها؟ إزاي يا ابني تتكلم بالشكل ده؟ يقولهم: لا، ما ينفعش، إيه اللي أنتوا بتشوفوه ده؟ ما ينفعش أبدا. ويقوم بنفسه ويغلق التلفاز. للدرجة دي مع أبوك وأمك؟ ده ما حدش بيحبك قدهم، ما حدش خاف عليك ورعاك، أو الله أنفق ماله ودم قلبه عليك قد أبوك وأمك، تقوم أنت عشان ربنا هداك بالشكل ده؟ لما تقعد معاهم ويدي ظهرك للتلفاز واتكلم معاهم في حاجة يكونوا بيحبوها، هي دي الدعوة. قبل إيديهم، بوس رجليهم، نام تحت رجليهم، هو ده البر. مش إيه الفسق اللي أنتوا بتشوفوه ده، وإيه اللي أنتوا بتسمعوه ده، هتسألون إن شاء الله بين يدي الله كل حاجة شفتها بعينك أو سمعتها. حاسب يا ابني أنت بتعص في مين؟ ده أبوك وأمك. بالراحة، زي ما وصلتك الهداية، شوف فاكر أنت أول مرة سمعت كلام حلو نور قلبك وسلكت الطريق السليم، جالك بالراحة وبهدوء وبإقناع، ولا كده خبط كده؟ لا، ما ينفعش. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بس بالتي هي أحسن. جادل بس بأدلة، بابتسامة، بكلمة حلوة، نسأل الله الهداية كده يعني. مش حاسب عندك وانت في إيدك يعني، نسأل الله السلامة يا رب. والآن تعالوا بنا نشوف بقى النماذج الحلوة اللي مشرفينا دايما، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. ابننا أسامة جابر هنسمع منه تلاوة من القرآن الكريم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو وإناثا ويجعل من يشاء
عقيما. إنه عليم قدير. إن شاء الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إن شاء الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن شاء الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ما شاء الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله. أحسنت يا أسامة، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. والآن تعالوا بينا نستمع إلى ابننا عبد الرحمن الشبراوي، ما شاء الله خطيب مفوه وأداء رائع، أسأل الله له التوفيق والسداد والرشاد. إن شاء الله مستعد؟ إن شاء الله. بعنوان إيه؟ فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. تفضل يا حبيبي، تفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجمال وشكى له الحيوان، فلله در من قال: أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى له الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى رؤياك. ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا، والله بالقرآن قد زكاك. صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى رؤياك. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب وعباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مالككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فهنيئا لمن يذكر الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، وأبشره بأنه سوف يطمئن الله قلبه، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخاب وخسر والله من أعرض عن ذكر الله عز وجل وغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن له معيشة ضنكا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الحق سبحانه وتعالى:
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فهنيئا لمن يذكر الله سبحانه وتعالى، فأي فضل وأي كرم وأي شرف بأن يذكر الله سبحانه وتعالى عبده عنده في السماء. فاذكروني أذكركم. عباد الله، ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة يسيرة، ولكن لها فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، وثوابها عظيم، وأجرها جزيل من الله سبحانه وتعالى. بالكلمات اليسيرة يثقل الله ميزانك، ويرفع الله درجاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، فكم من النخيل أضعناها في جنة عرضها السماوات والأرض، وجرينا وراء دنيا متاعها غرور، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وما متاع الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاذكر الله سبحانه وتعالى على أي حال وفي كل وقت وحين. فذكر الله سبحانه وتعالى ثوابه عظيم عند ملك الملوك وعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى يورث الخوف من الله عز وجل. قال أحد المشايخ في أحد المرات لزملائه لتلامذته: أعطى كل واحد منهما دجاجة وأمرهم بأن يذبحوها في مكان لا يراهم فيه أحد. وفي اليوم التالي جاء وكل واحد منهما وقد ذبح دجاجته إلا واحدا منهم. فسأله الشيخ: لماذا لم تذبح دجاجتك؟ فقال له هذا التلميذ معلمنا درسا عظيما، وكيف يصنع ذكر الله سبحانه وتعالى في العبد؟ قال: لأنه حيثما اتجه وحيثما ارتحل وجدت أن الله مطلع عليه. قال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فاذكروا الله سبحانه وتعالى حتى يذكركم الله سبحانه وتعالى في ملأ خيرا من هذا الملأ الذي ذكرت الله سبحانه وتعالى فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. بسم الله ما شاء الله. أحسنت يا عبد الرحمن، ربنا يحفظك بحفظه ويرعاك برعايته ويبارك في عمرك على طاعته إن شاء الله، ويجعلك ذخر الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا نستمع إلى ابننا أسامة جابر إن شاء الله في ابتهال. بعنوان إيه يا أسامة؟ إن شاء الله إلهي إن يكون ذنبي عظيم من الشيخ محمد عمران. أحسنت أحسنت، تفضل تفضل. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيما، إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم.
فممن أرتجي مولاه فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مغنم تركت الناس تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أن فعاملني بجودك واعف عني فمن يغفر ويرحم اللهم آمين. جميل ما شاء الله، عسل عسل يا أسامة، أحسنت، ربنا يحفظك. بسم الله ما شاء الله، زي ما أنتوا سامعين كده ما شاء الله صوته نادي وجميل، ربنا يحفظه بحفظه يا ربي ويرعاه برعايته إن شاء الله. عايز أقول لحضراتكم نموذج مشرف في فضل البر والإحسان. النموذج ده لعبد الله ابن عوف. عبد الله ابن عوف كان من البرين بأمهاتهم، أبوه مات وأمه على قيد الحياة، وفي يوم من الأيام نادت عليه أمه بصوت عالي، ما فيش فيها حاجة دي ولا فيها؟ ما فيش فيها حاجة. فرد عليها، يعني بتقول له ايه؟ يا عبد الله يا ابن عوف ولدي، صوت عالي اهو. فرد عليها بصوت اعلى من صوتها قليلا وقال: ما تريدين يا اماه؟ يعني ما قالهاش حاجه غير كده. فيها حاجه دي؟ ها؟ فيها ايه؟ صوته اعلى من صوت امه. يا عم اقعد، امال اللي بيرفع ايده؟ والله بيرفع رجله. نسأل الله السلامة يا رب. فيها كتير، صوتك ما يعلاش على أبوك وأمك حتى لو بالبر، ما ينفعش. تعرف أمه ردت عليه وقالت له إيه؟ قالت: ويحك يا ابن عوف، ويحك يا ولدي. إيه؟ في إيه؟ ترفع صوتك على صوت أمك؟ ما كانوش يعرفوا اللي إحنا بنعمله ده، ده من ناس أطهار نضاف. نظر في الأرض وكأنه إيه؟ يتأسف على ما بدر منه. قالت له: امشي من قدام سعادتي. فانصرف. تعرف علشان إيه؟ اشترى عبدين بأغلى الأثمان، ثمن كل عبد منهما 10,000 دينار. أيام كان الدينار يساوي 4.5 جرام ذهب خالص، ده حاجة كبيرة قوي. 20,000 دينار والدينار بيجيب 4.5 جرام ذهب، احسبها انت بقى براحتك. طب عشان ايه؟ ما انت ما قلتش عشان ايه. علشان ايه؟ اعتقهما لله تكفيرا عن هذا الذنب. اي ذنب؟ انه صوته عالي على امه، صوته كان اعلى من امه قليلا، فعشان يسأل الله السلامة ويكفر عن ذنبه اشترى عبدين واعتقهما لله تكفيرا عن هذا الذنب. أمال إحنا إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ عقوق والبر قليل قوي، نسأل الله السلامة والعافية. يعني رأيت بعيني وسمعت بأذني، أمه واقفة في بلكونة بتنادي على ابنها بتقول له: تعالى يا محمد. واقف مع زميل له في الجامعة: اطلع يا ابني أنا عايزاك بصوت عالي،
مفيش فيها حاجة، ده أمك. يقوم الولد يلتفت إليها وأنا شايف المنظر ويعمل لها إزاي؟ ما اطلع لك بس. إيه؟ فأقبلت عليه قلت له حلو أو تعالى. بتقول إيه؟ ده أمك. صوتك يعلى عليها؟ قال بتحرجني، ما ينفعش كده وأنا واقف مع زميلي. بتحرجك؟ محدش بيحبك قد أمك وأبوك، وإن دخلت الجنة بقول لك برضا أمك وأبوك. أنا بكرر فيه كتير علشان تثبت عندك. إزاي يا ابني كده؟ أنت تطلع حالا. وبعدين أنت لو طلعت وزميلك سمعك وأنت بتقول لها حاضر سمعا وطاعة يا أمه، هيعرف إنك إنسان محترم، إنسان عندك بر وأخلاق. هو مش طايل يعمل زيك كده، إنما أنتوا بقيتوا سواء. هو عنده عقوق وأنت عندك عقوق، ما ينفعش. توكل على الله يا حبيبي، وانت يا ابني ما تزعلش منه، بالعكس المفروض انت تشجعه على البر والاحسان. طلع الولد اسف وبسئد امه وابوه. عايزين كل الشباب كده. لا يمكن ابدا هتتقدم او تزدهر او ربنا يمكن لك او يصلح حالك الا برضا ابوك وامك. فرض ابوك وامك عشان ربنا يرفع قدرك دنيا واخره ويسعدك دنيا واخره ان شاء الله. والان في الدقائق المتبقية هنسمع ابننا عبد الرحمن في خطبة بعنوان ايه يا عبد الرحمن؟ الصدقة. الصدقة، تفضل يا حبيبي، تفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، أحمده سبحانه وتعالى حمد المزيد الطامع في المطالب، وأدعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا سبحانه وتعالى من كل شر حاضر أو غائب. آمين يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال قائل يتمدح حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي: يا آل طه لنا في حيكم قمر، له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله من الأسماء أربعة: محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين ثم الآس والعلم، أنطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم، آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم، لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى ثم بيت الله والحرم، صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. ثم ما بعد، أيها الإخوة الأحباب عباد الله، في هذه الدقائق المعدودة تعالوا بنا لنتكلم عن فضل الصدقة. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. في هذه الآيات الكريمة نتعلم منها أن الذي ينفع الإنسان في دنياه وأخراه هي الصدقة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فالله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بشيء إلا وفيه خير لنا في الدنيا والآخرة، فإنه من ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى يزداد ماله ولا ينقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وقال أحد الصالحين لصاحبه يوما: كلما تصدقت زاد مالي. فذهب صاحبه وتصدق فلم يزد ماله، فرجع إليه وقال له: لقد تصدقت ولم يزد مالي. فقال له هذا الصالح: لأني أعامل الله سبحانه وتعالى باليقين وأنت تعامله بالتجريب. لا تجرب مع الله سبحانه وتعالى، ولكن عامل الله سبحانه وتعالى بيقين بأنك إذا أنفقت في سبيل الله سبحانه وتعالى
فإن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك أضعافا مضاعفة، ففضل الله واسع ورزق الله واسع، ينتظر منك أن تنفق وأن تخرج من مالك الذي هو في الأصل مال الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أي ماله ما قدم أي أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأما ما لم يخرجه صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه سيتركه للورثة خلفه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالذي ينفع الإنسان بعد موته هي الصدقة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقال الحق سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، وكنت لا أسبقه أبدا، فجئت بنصف مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم النصف الآخر يا رسول الله. ثم انظر إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاء بماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أسبق أبا بكر أبدا. وفي هذه القصة يا الشاهد منها نتعلم الهمة في العمل الصالح وفي طاعة الله عز وجل. عثمان بن عفان كانت تجارته على ظهر 1000 بعير من الشام، وكان تجار المدينة ينتظرونه في المدينة ليشترون منه، وقالوا له: يا ابن عفان، نعطيك الدرهم بدرهمين. فقال لهم عثمان بن عفان: لقد زادني غيركم. فقالوا: يا ابن عفان، ما في المدينة تجار غيرنا. فقال لهم عثمان بن عفان: لقد زادني غيركم الدرهم ب3 و4. فقالوا التجار عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن عفان، ما في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي زادك؟ فقال: لقد زادني الله الدرهم 10، أي الحسنة 10 أمثالها. عباد الله، تصدقوا، فوالله ما نقص مال من صدقة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واعلموا أن الذي سينفعكم بعد مماتكم هي الصدقة الجارية وما تقدمونه لأنفسكم وأنتم على قيد الحياة. أيها الإخوة الأحباب، رسالة إلى كل من يسمعني ويشاهدني على قناة الرحمة، وإلى كل من يحضر لي خطب المساجد والدروس، أقول لهم: إن رأيتموني يوما على طاعة فادعوا لي بالثبات عليها، وادعوا لوالدي، فالفضل إليهما بعد الله سبحانه وتعالى. وإن رأيتموني على غير ذلك فادعوا لي بالثبات، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. أيها الإخوة الأحباب، هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسنت يا عبد الرحمن، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب، وشرفتنا. الله يزيد شرفك. وانت يا أسامة، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، شرفتنا في هذه الحلقة، وأسأل الله لكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم،
كل عام وحضراتكم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدكم كما أسعدتمونا بالمشاهدة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأرعاكم برعايته، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.